السلام عليكم. سيتوجه معكم عمو جمال درويش العربي. اليوم 25 مارس 2021 من مدينة سانيا في وهران الباهية. يعني تشوف منظر كما هذا في جنة كما هذه انكر ويابي دوخ يا ما عندك ما تقول. يعني القزاز الزجاج الحم حطب الدنيا شعلة وسط جاردينة كما هذه الله يبارك. يبقى سؤال مطروح، شكون هو المسؤول؟ شكون هو المضرور؟ راهي باينة نورمالمون. السلام عليكم.